بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا الكرام في كل مكان في حلقة جديدة ومتجددة. واسألي صباح الخير عليكم، صباح النور والسعادة والصحة اللي يا رب دايما يديمها عليكم. وزي ما تعودنا دايما في اسألي بنستقبل كل اتصالاتكم، كل استفساراتكم، كل أسئلتكم على رقم القناة الموجود أسفل الشاشة. دايما بنكون معاكم على مدار فقرتين، وبيكون معانا الحقيقة موضوعات خاصة بصحة المرأة والطفل. أولى فقراتنا النهاردة هتكون خاصة بالمرأة الحقيقة، وهتتكلم عن حاجة أساسية في حياة كل سيدة وكل امرأة وكل بنوتة، وبتقعد الحقيقة معاها فترة طويلة جدا من العمر، وحتى يمكن لما بتنقطع عندها بتبتدي تقلق وتبتدي تقول أنا حاسة إن في حاجة كانت ملازماني طول العمر وفجأة انقطعت عني. بيحدث أيضا بعض التغيرات في الجسم، والحاجة دي يمكن في ناس كتير جدا بتربطها دايما بالحمل. لو حصل أي مشكلة هنا يبقى إذن الحمل فيه مشكلة. أكيد كلكم عرفتوا النهاردة هنتكلم عن إيه. النهاردة هنتكلم عن الدورة الشهرية أو ما يطلق عليها بالحيض فترة الطمث. دي بتكون الحقيقة مهمة جدا في حياة كل امرأة. زي ما اتكلمنا هنتكلم عن كل تفاصيلها وكل التغيرات اللي بتحصل في الفترة دي، وأيضا مشاكل الدورة الشهرية اللي ممكن عندها تتأخر، اللي ممكن عندها تزيد في الوقت وفي المدة. طب نعمل ايه؟ طب نروح للدكتور امتى؟ ده النهاردة كلامنا، واللي هنحاول ناخد من الدكتور اللي معانا إجابات كتيرة جدا على أسئلة كتير جدا معانا. خلوني بس في البداية ارحب بضيفتي العزيزة اللي مشرفاني منوراني في الاستوديو كالعادة، دكتور هبة سليم فؤاد، اخصائي امراض النساء والتوليد والعقم من مستشفى دار الشفاء. اهلا بيكي دكتور هبة. السلام عليكم. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ وعليكم السلام يا دكتور، منوراني الحقيقة كالعادة. انا شرفت معرفتكم خالص. نشكرك يا دكتور. النهاردة بنتكلم عن موضوع بيخص كل انثى يعني على وجه الارض، بيسبب لها ازمة الحقيقة يعني في حياتها، لو اتأخرت لو زادت وتفضل قاعدة ملاحظة يا دكتور بالترمومتر يعني الموضوع قد ايه، وباليوم وبالساعة، وفي ناس عندها هوس يعني. فخلينا قبل ما ندخل في التغيرات نفسها وفي المدة وفي كل المشاكل بتحصل أثناء الدورة، نعرف الدورة الشهرية الأول وندي كده ونرسم ملامح الدورة الشهرية. اولا انا مبسوطه ان انا معاكم النهارده، وانا مبسوطه ان انا مع حضرتك استاذه جميله. شكرك يا دكتور. ميرسي خالص لحضرتك. تعريف الدورة الشهرية هو حدوث تغيرات هرمونية من نتيجة من الغدة النخامية، بتبتدي تفرز هرمونات بتشغل المبيض، تخلي المبيض يشتغل في الوقت اللي هو يعني بداية سن البلوغ. تمام. اللي هو بيختلف من دولة لدولة وحسب الحرارة، من يعني عندنا من 10 سنين 12 سنة، في دول اللي هي البرد قوي بتتأخر لغاية 14 و15 سنة. ده بداية حدوث التغيرات الهرمونية وبداية نزول الطمس أو اللي هو الدورة الشهرية. تمام. ده في بلدنا، لأنه كل الدولة زي ما حضرتك ذكرتي في البلاد بتختلف. يعني احنا بلاد متوسطة الحرارة، يعني من 10 ل 12 سنة بداية اللي هو سن البلوغ. تمام. بيبقى قبليها بيسبقها شوية تغيرات في الجسم بتاع البنت، هي بتلاحظه اللي هي بداية استدارة الثدي أو ظهور شعر. خلينا التغيرات بالتفاصيل هذه هنتكلم عنها، بس عشان معانا اتصال تليفوني مش حابين نطول عليه نستقبله الأول. ألو. ألو. أهلا بيكي. لو سمحت أكلم الدكتورة. طبعا دكتور هبة معاكي، اتفضلي. يا دكتورة أنا جبت أول بنت وكنت مراكبة وسيلة وشلتها من فترة يعني، فدلوقتي الدورة بتجيني مظبوطة كل 22 في الشهر، فدلوقتي اتأخرت عندي 5 أيام. والوجع داتي من قبل معاده بيو، وجع في صدري وفي بطني وفي ظهري، ودلوقتي معادها 5 أيام فات معاده، فأنا مش عارفة أعمل إيه يعني. عملتي اختبار حمل؟ ولا استنى شوية ولا آه. عملتيه إمتى؟ لا عملتوش. أنا عايزة أسألك يا دكتور يعني متى أعمله؟ أنت عندك كم سنة؟ أنا عندي 21 سنة ومعاي بنت مخلفة. من قد إيه؟ بادئة في السنة الثالثة. يعني مخلفة من 3 سنين. شلتي الوسيلة إمتى؟ شلت الوسيلة من سنة ونص. والدورة كانت منتظمة؟ الدورة الأول بعد ما شلت الوسيلة على طول كانت متلخبطة، بعد كده انتظمت معاي، بس المرة دي اتأخرت عندي 5 أيام، فأنا مش عارفة اتلخبطت رجعت زي ما كانت. وزنك قد إيه؟ وزني 71. يعني مناسب لطولك؟ 155. يعني هو في شوية زيادة بسيطة في الوزن لكن مقبولة طبعا. طيب انت ما عملتيش اختبار حمل لما اتأخرت؟
انا ما عملتش لسه، انا حبيت اسالك يعني يا دكتوره اعمل امتى اعمل دلوقتي؟ مش عارفه هو يعني، يفضل طبعا انا نعمل خايفه اختبار. يكون يعني الدكتوره اصل هي كانت في الاول مش مظبوطه، بعد كده انتظمت معايا كل شهر تجيني في معاده يوم 22، فانا مش عارفه اتلخبطت زي ما كانت في الاول ولا حامل، ما مش عارفه. طيب ماشي، متشكرة، اشكرك شكرا جزيلا على اتصالك. احنا اتكلمنا عن هو نقطه اول مهمه. حاجة لازم هتعملها طبعا هو اختبار الحمل، نتأكد بس ان مفيش حمل. ممكن هي بقالها سنة ونص دورة كانت ملخبطة شوية ورجعت انتظمت، وطبعا هو زيادة الوزن بتأثر في الدورة الشهرية، الدهون الزيادة بتأثر في انتظام الدورة. تمام. كان في تعبير بالبلدي كده بيقولوا عندها دهون زيادة على المبيض، هي هو مش دهون على المبيض، هي الدهون الزيادة بتطلع هرمونات بتخلي ان الدورة تبقى مش منتظمة. تمام. فأول حاجة طبعا لو في وزن زيادة ينزل نعمل اختبار حمل، نتأكد ان هي ممكن تبقى حامل، يعني يبقى لها سنة ونص مستنية حمل، ممكن فعلا تطلع انها حامل. لو ان ما طلعش في حمل بنلجأ بقى ان احنا هنعمل تحاليل هرمونات، نشوف هرمونات الغدة النخامية اخبارها ايه، ونحاول ننزل شوية في الوزن بتاعنا ونبتدي بقى نمشي في اجراءات ان يحصل حمل. بس اهم حاجه في الرحله اللي هي هتاخدها دي هتنزل الوزن، لازم تنزل ضروري. الوزن عشان لو هي عايزه حتى تحقق حلم الحمل يتحقق، وخاصه ان بقى الطلاق الوسيله بقى لها سنه ونص. تمام. بنرجع لتعريف الدوره الشهريه، وقلنا ان هي التغيرات بتحدث في الهرمونات في الجسم بصفه عامه. بيحصل ايه كمان يا دكتور بقى بشكل يعني من اعراض البنت من طفله بتتحول لانثى؟ ايه الحاجات اللي تخليني احس ان بنتي كده بقت في وقت الدوره الشهريه؟ هي التغيرات دي مش الدورة آخر حاجة في التغيرات اللي بتحصل. التغيرات بتسبقها التغيرات الهرمونية، بيسبقها تغيرات في الجسم تمام. نتيجة لتغير الهرمونز. فبنبتدي نلاحظ ان البنت ابتدت تطول شوية، وابتدى يحصل استدارة في الثدي، ابتدي الثدي بقى من ثدي طفلة لثدي أنثى، أنثى في مرحلة البلوغ. ابتدي يظهر شعر موجود في العانة وشعر موجود تحت الإبط. واخر حاجه بقى في التغيرات الهرمونيه دي اللي هو نزول الطمس، هو نزول الدوره دي اللي بياكد لنا ان مستوى الهرمونز اللي نازله من الغده النخاميه اللي بتاثر على المبيض لا هي شغاله كويس عند البنت دي. تمام. ده في الغالب بيحصل من سن 10 ل 12 سنه. تمام. ممكن يبقى قبل كده شويه في البلاد اللي حر عننا، يعني ناحيه خط الاستواء بتبقى قبل كده شويه 8 او 9 سنين، وبعد كده بشويه 15 او 16 سنه في البلاد اللي هي البرد قوي اللي هي ناحيه القطب الشمالي. لكن مش ممكن يا دكتور ينزل مثلا الدوره او تحصل الدوره الشهريه بدون التغيرات الجسديه دي؟ يعني في بعض الامهات تقول لك انا بنتي لسه زي ما هي عماله تكبر في السن ووشها شكل طفله، الجسم طفله ما بتتغيرش، ما بحسش ان هي مع اقرانها بتتحول التحول اللي احنا كنا بنتكلم عنه ده الانثى. واحنا لازم نفرق بين هي شكلها وسط اقران، هل هي البنت دي فعلا وزنها قليل فهي شكلها وسط اقرانها يعني هي، ولا فعلا حصل لها التغيرات الهرمونيه، يعني الثدي لازم دكتور النساء يكشف عليها تمام. يشوف فعلا، يبص على الثدي بتاعها، يبص على وجود الشعر الموجود في تحت الابط او في العانه، لازم يتاكد من وجود الحاجات دي الاول. وبعدين بنبتدي بقى نعمل سونار نشوف المبيض اخباره ايه، يعني مقاسات المبيض ومقاسات الرحم، وبعدين نعمل تحليل الهرمونات بتاعتها نتاكد ما عندهاش مشكله في الهرمونات. تمام. خلينا هنقف عند النقطه دي، هنكمل كلامنا بس ناخد كمان تليفون. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، لو سمحت ممكن اكلم دكتوره؟ طبعا اتفضلي دكتور هبه معاكي. لو سمحت يا دكتور، انا المفروض ان انا كان في اجهاض من يعني مسقطه من يوم 10 في الشهر، كنت حامل شهرين، المفروض ان الدكتورة ادتني علاج يعني ادوية اخدها عشان انزل الجنين كده، سيبها قالت لي خلاص الجنين نزل بس لسه في. لا نستأذنك بس نقف في مكان يكون الشبكة فيه واضحة عشان سؤالك مش واضح. بقول لحضرتك انا لما رحت لها ايوه الجنين نزل وبعد كده تمام قالت لي لسه في بواقي في الرحم. تمام. فقالت لي احنا ناخد العلاج ونديكي اسبوع كمان ما نزلش. هعمل لك تنظيف. هل التنظيف ده في مشكله؟ لان انا والده قبل كده مرتين قيصري، وكان في حد قال لي قبل كده ان ما ينفعش ان انا اعمل تنظيف عشان هيزيد الرحم قوي. تمام. كان هو لسه قبل كده قيصري، ولو لسه في حاجه ممكن اكمل بالعلاج ولا هو خلاص كده الوقت عدى من يوم 10 لحد دلوقتي؟ تمام.
ماشي. هو حاليا لسه بينزل دم، وبينزل دم بقى يعني، انا خدت العلاج اللي هي الدكتوري حاليا بقاله يومين كان بينزل دم عادي، وبعد كده اليومين دول بينزل بكثره كتير جدا. حتى انا وقفته. في نزيف موجود يعني؟ هو تقريبا كتير، فانا وقفته. المفروض ان انا هروح لها ان شاء الله بكره او النهارده، فمش عارفه بقى يعني هو انا كده هعمل تنبيه ولا مثلا ممكن اخد ادويه تاني لو ما فيش، مثلا لو هي قررت ان ده دم ممكن عادي او كده. ممكن ان انا، لان الصراحه انا مقلقه من التنظيف، لان سمعت كمان اللي هي بتسد الانابيب، وانا محتاجه حمل تاني. طيب ماشي تمام يا حبيبتي. حالا دكتور هتجاوب على سؤالك. بشكرك شكرا جزيلا. عامله قيصريه مرتين. ايه اللغط هنا بقى يا دكتور؟ هو الناس بس بيبقى عندها مفهومات خاطئه حوالين عمليه التنظيف، اللي هي الكيوريتاج او هي عمليه التنظيف. هي اوريدي سقطت، هو البيبي نزل، في شويه بواقي موجوده جوه. هي بيبقى في قواعد بنمشي عليها، بنعمل سونار. طبعا لو العينه بتنزف نزيف كبير، لا يبقى لازم ندخل نعمل تنظيف. هو عشان كده كنت بسالها في نزيف ولا لا. لازم البواقي الجنين دي تتشال. تمام. لان وجودها ممكن يعمل التهابات. الالتهابات هي اللي هتسد الانابيب، مش التنظيف هو اللي يسد الانابيب. تمام. لكن مفيش اي تاثير يجهد الرحم عندها لو هي عايز تحمل تاني؟ لا بالعكس، لو هي عايز تحمل تاني لازم تاكد ان البواقي دي كلها اتشالت. وجود البواقي جوه ده ممكن لا قدر الله يعمل التهاب، الالتهاب ده يسد لها الانابيب من جوه، او يقفل جدار الرحم نفسه، دي الرحم يلزق على بعضه، فهيبقى صعب جدا انها تحمل تاني. فهي لازم ترجع للدكتوره، حتى لو في دم كتير لازم ترجع للدكتوره بتاعتها. تبص بالسونار لو لسه في بواقي او في نزيف. نعم. يعني ممكن ميبقاش في بواقي بس لسه في نزيف كتير، يبقى لا لازم تدخل تعمل تنظيف، تشيل الجدار وتشيل بواقي الجنين اللي موجود. تمام. خلينا ناخد كمان تليفون معانا. الو الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، ممكن اكلم الدكتوره بعد اذنك؟ طبعا اتفضلي. دكتور هبه معاكي. حضرتك انا بتعالج من الغده الدرقيه، والغده الدرقيه عامله عندي الام في الحوض، وعامله عندي خلل في الدوره الدمويه في الدوره الشهريه. ايوه. وعامله عندي الام في جنابي كده. هل ده من الغده الدرقيه ولا ده ايه؟ انت عندك نقص ولا زياده في هرمون الغده الدرقيه؟ سامعينا؟ انا سامع حضرتك. الدكتور بيسالك نقص ولا زياده في هرمون في الغده الدرقيه؟ لا، الغده هي عندي زياده بس زيادة. حاليا هي كويسه. يعني اخر تحليل عملتيها كانت كويسه؟ اخر تحليل عملته طلعت كويس. طيب ماشي كويس. فانا ما اعرفش بقى ده من ايه، التهاب الحوض ده من ايه، واختلاف الدوره الشهريه. والوزن ثابت بقاله حوالي سنه. وزنك قليل ولا زياده؟ ما نجحناش لسه في الموضوع ده. نعم، يعني المفروض نحاول اكتر في الموضوع ده، موضوع ان احنا نخس في تقليل الوزن يعني. طبعا ضروري. طيب حاضر. طيب ده له اثر بالتهابات الحوض؟ انت عندك افرازات او التهابات من تحت، ولا انت بس بتحسي بالم واحتقان وقت نزول الدوره؟ ده في الم جامده وقت نزول الدوره، وبيبقى في الم جامد بيسقط في رجلي من تحت. طيب ده لازم نراجع. انت عملتي سونار قبل كده؟ عملت سونار وقالت لي ده التهاب في الحوض. دكتوره قالت لك. طب اديتك علاجات؟ ادتني غدة صحية، وادتني امبريزول، وادتني تشتيف. ورجعنا عملنا سونار تاني بعد كده عشان نتأكد ان الدنيا احسن. ولا رجع تاني، عملت يعني انا عملت الحكاية ديت من 15 يوم، ورجع جاني تاني النهاردة وتعبانة اول. طيب ماشي. انتي الف سلامة عليك. سلام عليك. الله يسلمك. مشكورة. دكتور حالا هترد عليك. بالنسبة لموضوع الارتباط الغدة الدرقية باختلاف الدورة الشهرية، طبعا هم ارتباطهم وثيق ببعض. اي اختلال في الغدة الدرقية بيؤدي الى اختلال في وجود الدورة الشهرية. فعشان كده لازم نتأكد دايما ان هي دايما الناس اللي بيجولنا وهي دورة ملخبطة اول حاجة بنفكر فيها طبعا هي الغدة الدرقية. تمام. لان ده مرض بيبقى منتشر كتير في الستات، وخصوصا في الفئة العمرية دي اللي هي العشرينات والتلاتينات. الزيادة يا دكتور مش النقص. بالزيادة او بالنقص، في ناس بيبقى عندهم كده وفي ناس بيبقى عندهم كده، سواء زيادة بيأثر في الدورة الشهرية او سواء نقص بيأثر في الدورة الشهرية. تمام. فلازم تتابع مع الدكتور بتاعها كويس، وتبقى متأكدة ان الغدة الهرمونات بتاعتها كويسة، هرمونات الغدة الدرقية كويسة، وانها بتاخد العلاج بتاعها بانتظام. تمام. بالنسبة بقى موضوع التهابات في الحوض، طبعا هي اختلاف الغدة الدرقية لا ملوش علاقة قوية بالتهابات الحوض. ده ممكن تبقى هي عدوى جات في الحوض،
فانا رايي ان هي لو خدت العلاجات وما كانتش ارتاحت لسه في نفس الالام، محتاجين بقى ان احنا نعمل حاجات، ناخد مسحه من التبادي، ناخد مسحه من عنق الرحم، حد الدكتور يبص على عنق الرحم يشوف لو عنق الرحم فيه مشكله، نعيد السونار تاني نتاكد بس ان التبادي لا قدر الله ما عملتش وجود ميه جوه الحوض، ما عندهاش مشكله اكبر من كده. تمام، جميل قوي. ناخد كمان تليفون. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيكي. انا عندي 48 سنه. تمام. بقالي 20 سنه ما عنديش دوره خالص. وبدا الشعر العنا يروح بقاله 15 سنه، يضرب مرتبطين ببعض. انت خلفتي قبل كده؟ حللت طلع حاجه 60، قال لي ما تدوريش بقى. حاجه وانا سني 30 سنه كده، قال لي ما تدوريش، طالما وصل ل 60 مش هنقدر نعمل فيها حاجه. طبعا بيبقى عالي. فانا ما بتجيليش دوره من وانا عندي 28 سنه. طيب. وخلفت في بدايه حياتي 20 و21 وكده. يعني انت خلفتي قبل كده؟ كان في اطفال؟ الحمد لله عندي ولدين كبار متجوزين. طيب، ما شاء الله. ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيهم يا رب. ليكي سؤال تاني؟ السؤال ان يا ترى قله الدوره هي اللي خلت الشعر اللي عندي يروح خالص؟ يعني انا ما عنديش شعر لا في العانه ولا تحت الابط ولا في الاماكن اللي كانت موجوده عندي قبل كده. طيب، يا ترى هما مرتبطين ببعض. الشعر بتاعك، طيب شعر راسك فيه مشكله؟ لا، شعر راسي كويس وحواجبي، بس انا عظمي بحس ان انا تقيله في الحركه. مع زياده الوزن، وزني 130 كيلو. بحاول اعمل هشاشه عظم كل 3 سنين مره كده، الحمد لله مفيش. ما شاء الله. بس انا يعني حضرتك تنصحيني بايه؟ تمام. بس الحركه بتاعتي تقيله، طالعه نازله رجلي. طب عملتي تحليل هرمونات الغده الدرقيه قبل كده ولا ما عملتوش؟ عملتهم. كان كويس؟ الرباعي تقريبا او الثلاثي. مظبوطين. 3T4. ما عنديش الا الاف اس اتش ده تقريبا، هو اللي 60. هو العالي ده اللي يخلي مفيش تبويض بقى الا تبويض صناعي. قعدت اخد قرص مدور كده عشان يبقى صناعي كام سنه، وبعد كده بطلت بقى. طيب، ماشيه ببركه ربنا بقى زي ما بقول. ربنا يديك الصحه وطول. الله يخليك ويحفظك لينا. ربنا يكرمك. نشكرك. شكرا جزيلا. تابعينا بقى من شاشه التلفزيون، حالا الدكتور هترد عليك. ماشي يا ست الكل. السلام عليكم. اتفضلي يا دكتور. طبعا هي المدام، يعني الكلام اللي هي بتقول واضح قوي ان هو كان ماشي مع فشل مبكر في المبيض. في بعض الستات والبنات بيجي لهم ان المبيض يحصل له فشل مبكر. هو المفروض فشل يعني ايه؟ يعني انقطاع الهرمونات بتاعته، بطل يفرز الهرمونات. في الستات العاديين ده الكلام ده بيحصل، هو سن انقطاع الطمس، او زي ما بيقولوا، انا ما بحبش اقول الكلمه دي طبعا، هو سن الياس، بس انا ما بحبش اقول الكلمه دي، هو سن انقطاع الطمس اللي هو من 50 لـ55 سنه. في بعض الستات بيحصل لهم الكلام ده بدري وحاجه مبكره، ويبقى المبيض فجاه بيتوقف عن الشغل. عشان كده هي بتقول لك ان هو الاف اس اتش كان عالي، كان 60. النورمال اف اس اتش لغايه 10. وبيختلف طبعا باختلاف الدوره، لكن هو نورمال لغايه 10. اعلى من 10 ده بيخلينا نقلق. عند 60 لا، احنا بنقول ان هو كده خلاص، ما يعني حصل. هي عشان كده بعد الولدين اللي هي خلفتهم ما عرفتش تخلف تاني. تمام. طبعا كل القصه اللي احنا فيها اللي هو وجع العظم والام العظم دي مرتبطه بتوقف المبيض. ان هو المبيض توقف عن العمل، ما بيطلعش الهرمون الاستروجين والبروجسترون اللي بيطلعهم. فابتدت هي يعني هي في سن صغيره، 48 سنه دي تعتبر سن صغير، ابتدت تحس بالالام دي. المفروض يعني على بال ما لو هي 50 او 55 والدوره قطعت، على بال ما بتحصل الالام دي بنبقى 60 62، فبتوري ست كبيره. يعني ده بيعمل هشاشه يا دكتور؟ طبعا طبعا. وتوقف الاستروجين، الاستروجين هو اللي مسؤول عن دخول الكالسيوم في العظم. طب كان المفروض تاخد حاجات كالسيوم ومكملات غذائيه؟ هو احنا بالنسبه لنا الرياضه هي اهم تعويض. رياضه اهم من الهرمونات. في حقبه من الزمن كانوا بيدوا الهرمونز، كانوا بيدوا هرمونات تعويضيه، الاستروجين والبروجستيرون، لكن مع الابحاث العلميه تاكد ان ده بيعمل سرطانات، زود نسبه سرطان الثدي وسرطان بطنه الرحم، فتوقف موضوع ان احنا ندي هرمونات تعويضيه. بنلجأ دلوقتي للهرمونات اللي هي من اساس نباتي مش اساس حيواني، اللي هي زي البردقوش، زي اللوز والبندق وزيت الصويا وفول الصويا. تمام. الحاجات دي كلها بتعوضها عن نقص الاستروجين اللي حصل. تمام. بالنسبه لهشاشه العظام، لا، هي محتاجه ان احنا نتحرك. طبعا هي بتقول ان الوزن تقيل شويه، فدكاتره التجميل والجراحات السمنه بقى عندهم حلول للموضوع ده دلوقتي، حلول كتير. فممكن نلجأ لحد منهم، نحاول بس ننزل الوزن شويه. يعني وزن زياده على عظم مش داخله كالسيوم بتبقى الالام رهيبه طبعا. لكن ربنا يكون في عونك. هتحتاج تاخد بقى كالسيوم كمان ولا خلاص كده؟ ممكن تاخد كالسيوم تعويضي، بس هو الفكره ان لازم
حركة. الرياضة الاستروجين ما دام توقف محتاجة ان العضلات يشد على العظم تمام بتاعها عشان تمشي تتحرك. جميل. ناخد كمان تليفون يا دكتور. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، السلام. اهلا بيكي. ممكن اكلم الدكتورة لو سمحتي؟ طبعا دكتور هبة معاكي، اتفضلي. لو سمحتي يا دكتورة، انا كنت حامل و ما ولدت، كنت حامل ولسه ما ولدت اخدت برشام منع الحمل، فالدورة ما كانتش بتيجي الا بعدها، جت بعدها ب4 شهور، وبعدين ما جاتش تاني. انتي بترضعي؟ اه برضع. والدة من قد ايه؟ والدة بقالي ب6 شهور. طيب عندك اسئلة تانية؟ الدورة ما جاتش الا مرة واحدة بس، دلوقتي قطعت وما جاتش، ورحت عملت تحليل قال لي في حمل، ومعايا بيبي لسه بيرضع، فمش عارفة يعني اكمل الحمل زي ما هو ولا ايه يعني. كويس اوي. حالا الدكتور هترد عليك. اوكي، اشكرك شكرا جزيلا على اتصالك. تابعينا حالا الدكتور هطمنك ان شاء الله. هي اولا السؤال اللي قالته سؤال حلو جدا. هي دلوقتي كانت ولدت ومعاها بيبي بترضعه، فطبعا هي كانت معتمده على ان الرضاعه بتعتبر مانع للحمل. بالظبط. فلا، هو ده الكلام ده غلط خالص. الرضاعه مش مانع للحمل. الرضاعه ما بتمنعش التبويض، ممكن ما يجيلهاش دوره زي ما هي بتقول كده. هي كانت حامل وولدت بترضع ما بيجيلهاش دوره. ستات كتير بيفتكروا ان عدم وجود دوره شهريه مع الرضاعه ده مانع على الحمل كافي. لا، ده ما بيمنعش التبويض، بيحصل تبويض، هو ده اللي حصل في الحاله هنا معايا ان هي حامل. طيب هو دلوقتي سؤال، اكمل الحمل ازاي، ارضع ولا ما ارضعش؟ تمام. زمان كنا بنقول لا ما ترضعيش ووقفي الرضاعه، خصوصا بيبي 6 شهور. دلوقتي دكاتره الاطفال اثبتوا لنا ان قد ايه مهم قوي لبن الام للبيبي. فالكلام الجديد اللي بنتكلم فيه دلوقتي لا، ان احنا نرضع، ترضع وتكمل الرضاعه. كده كده لوحده الهرمونات لما بتعلى، هرمونات الحمل لما تبتدي تعلى في الدم عندها توقف اللبن بتاع الرضاعه على الشهر الرابع او الشهر الخامس. هيبقى كسبنا للبيبي اللي موجود ده اللي هو 6 شهور دلوقتي، نبقى اديناله 4 شهور زياده. في نفس الوقت هنبلغ دكتور الاطفال بالموضوع ده عشان يبتدي يساعدنا ان احنا ندخله اكل من بره، حاجات تعويضيه علشان البيبي ده ما يدخلش في لين عظام او ان هو رجليه تحصل لها مشكله او يعني بيبي. فلازم دكتور الاطفال يتبلغ بالموضوع ده. لا، انا رايي ان احنا ما نوقفش رضاعه، هنكمل رضاعه عادي جدا. تهتم هي بقى ان هي تبتدي تاكل الاكل اللي فيه فيتامينز، علشان هي مطلوب منها حاجتين دلوقتي، هي بترضع وفي بيبي. بالظبط. هو كده كده لوحده عند شهر الرابع او شهر الخامس اللبن اللي في صدرك هيقف. بس نبقى كسبنا شهرين ثلاثه للبيبي اللي بره، عبال ما نعرف ندخله اكل تاني. والبيبي اللي جوه لسه صغير، فهو احتياجاته لسه قليله في الوقت ده. هو ربنا عملها كده علشان الناس اللي زي حضرتك اللي هم بيحملوا وهم بيرضعوا. تمام. ناخد كمان تليفون. الو الو الو، صباح الخير. صباح النور. اهلا بيكي. اهلا بيكي. ممكن اكلم الدكتوره؟ طبعا. فضل. دكتور هبه معاكي، اتفضلي. صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا. كان في واحده بتتكلم برضه على الوجع في الحوض. انا بقالي سنتين برضه الحوض تعبني، ووجع في ظهري ووجع في بطني. حضرتك متزوجة؟ ايه؟ حضرتك متزوجة؟ اه متجوزة ومعايا ابني 3 سنين ونص. عندك كام سنة؟ 28. بتاخدي حاجة لمنع الحمل؟ لا، ما انا كنت حاطة لولو بس من ساعة الألم ده شلته. اوكي. فقلت يمكن من الشريط فشلته، فطلع هو والوجع. ولسه راح الدكتور اداني 10 حقن على 5 ايام. اوكي. في حاجه اعملها تاني؟ طيب ماشي. عشان ظهري وبطني واجعيني بقالي سنتين. طيب تمام ماشي. الف سلامه عليك. الف سلامه على حضرتك. حالا الدكتور هترد عليك، اتفضلي يا دكتور. طيب هو بالنسبه لموضوع الام الحوض ده، موضوع صداع عند كل الستات. الام الحوض دي بتيجي من كذا حاجه. الام الحوض نتيجه لوجود احتقان في الحوض، نتيجه وجود التهابات مهبليه او التهابات وصلت من المهبل، خصوصا ان في الانابيب بتبقى مفتوحه. لو في اي التهاب مهبلي وتساب ما تعالجش، ممكن يوصل ان هو يدخل الحوض، البكتيريا توصل انها تدخل الحوض، فبتعمل احتقان في الحوض وتعمل الم. دايما الست بتوصف الم اسفل البطن، وبيزيد مع نزول الدوره، لان الدوره وجود الدم في الحوض بيزود الاحتقان في الحوض. من الاسباب اللي بقت منتشره قوي في العصر بتاعنا بعيدا عن الالتهابات، اللي هو داء البطانه الرحميه بقى منتشر جدا للاسف. نتيجه يعني حاجات كتير، منها طبعا كتير قوي الاكل السيء بتاعنا اللي هو مليان دهون ومليان الحاجات دي كلها بتزود داء البطانه الرحميه. داء البطانه الرحميه الدم جزء منه بيخرج بره في صوره حيض او نزول دم،
وجزء منه بيرجع تاني جوه الحوض، بيعمل التصاقات جوه الحوض، بيعمل وجود زي اكياس، حتى الناس بتسميها اكياس شوكولاته جوه الحوض. ده اللي بيعمل لها الوجع اثناء نزول اثناء الجماع واثناء نزول الدوره الشهريه. وساعات في ناس بيبقى عندها وجع لوحده من غير حاجات، ست بيجي لها وجع وخلاص. تمام. جزء برضو من الام الحوض اللي هي العلاقات الجنسيه، ان هي تبقى علاقه غير مكتمله، انها ما بيبقاش في اداء جنسي بانتظام هي وجوزها. كل الحاجات دي بتعمل لنا الام في الحوض. طب ايه يا دكتور، ايه الحل هنا في حالتها؟ الحل ان احنا نلجا للدكتور، نحاول بقى نشخص هي اي سبب عندنا. يعني هو لو ده البطانه الرحميه نحاول نشخص. تمام. بالسونار لو في التهابات ناخد منها مسحه او عينه نعرف ايه نوع الالتهاب اللي عامل كده. تمام. خلينا ناخد كمان تليفون يا دكتور. الو الو الو. ايوه الو. ايوه اتفضلي. السلام عليكم. السلام. عليكم السلام. ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي. طبعا دكتور هبه معاكي. ماشي يا دكتور. ازيك يا دكتوره؟ اهلا وسهلا، زي حضرتك. بقول لحضرتك يا دكتوره، انا بنتي حامل، هي دلوقتي في الشهر الخامس ما شاء الله. فهي دلوقتي دي نبضات القلب عندها بتوصل 130 يا دكتوره. اوكي. ايه؟ هي ضغطها واطي؟ ضغطها بيوطى؟ اه بيوطى، والسكر ساعات عندها بيوطى. فراحت لدكتور طبعا اداها طريقه تغذيه سليمه. اوكي. ان هي تاكل يعني كل ساعتين وبتاع عشان السكر يعلى عندها يوصل لمعدل طبيعي يعني، والضغط برضو عندها بيوطى. قال لها يعني على بعض النصايح وكده. عملنا تحليل الانيميا قبل كده؟ اه عملنا تحليل الانيميا. عندها انيميا؟ كانت قبل ما تحمل عندها انيميا، وابتدت تتحسن الانيميا عندها بالعلاج بالادويه. وهي لسه ماشيه على العلاج؟ طبعا هي بتاخد حديد ودواء نوع تاني في داخله الفوريك اسيد ده، بس كالسيوم تقريبا. وتاخد يعني كاتب لها على نوعين من الادويه اللي هي الفيتامينات يعني. هي كان عندها مشاكل في القلب قبل كده؟ عندها صمام اطول من صمام. ودكاتره هي متابعه مع حد من دكاتره القلب؟ هو راحت عملت اشعه على القلب وبتاع، اللي هي اشعه تلفزيونيه، قال لها انت فعلا عندك صمام اطول من صمام، لكن ده ما فيش منه مشاكل يعني. قال لها ما فيش مشاكل يعني منه. وهي بنتي برضه كانت عامله السونار دوت، وكانوا بيقولوا لها ان هي ما فيش مشاكل يعني. طيب وهي بنت برضه كان نبضها بيبقى عالي كده؟